هبدأ من المباراة الأخيرة، مباراة نادي مصر وبيراميدز المنتعش في الناحية الإفريقية وفي الكونفدرالية الإفريقية. صعد كأول المجموعة الأولى رغم الخسارة من أنيجو رينجرز بهدف مقابل لا شيء، لكن بيدخل مباراة اليوم وعنده إراحة لبعض اللاعبين أو اللاعبين كثر في مباراة الكونفدرالية الإفريقية. بيراميدز أفريقياً ماشي بشكل كويس فيما عدا المباراة الأخيرة اللي هي خسر فيها، وما كانش يجب إن هو يخسرها لأن دي برضه هتعمل بعض الشكوك على المباريات القادمة اللي هي تكون أقوى كثيراً من مباريات المجموعة. لكن محليا متذبذب الاداء، لك ان تتصور بهذه الكوكبه من اللاعبين خسر 19 نقطه من 14 مباراه. نعم. ولذلك هو في المركز الخامس او حاجه زي كده، بعيد جدا وما فيش استقرار في الاداء. طبعا عبد الله السعيد هو نجم الفريق طبعا، وهو الهداف الفريق وهو اللي بيعمل اسيست برضه في كل حاجه. لكن مع العدد الكبير من اللعيبه الممتازين دولت، لكن أداؤه متذبذب في الدوري لأن مش دي المكانة بتاعته. مكان السنة اللي فاتت كان في المركز الثالث، وفي بعض الأوقات كان في المركز الثاني. يعني هو أتليس لازم يكون في المركز الثالث بهذه الكوكب من اللاعبين، لكن هو مش قادر يبقى ينتظم انتظام جيد.